بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. ونستأنف الكلام عن علوم الدفاع عن النفس، مواضيع شيقة جدا، وكل مرة في كل حلقة بنشوف حاجة جديدة ومعلومة جديدة. كل ما الواحد يبحث ويقرأ بيتعرف أكثر على الشعوب، عاداتها وتقاليدها، وإيش الأساليب اللي بيمارسوها، وكيف انتشرت، وكيف بعض الأساليب نجحت، وكيف تمكنت بعض الأساليب من دخول الأولمبيات، أصبحت ألعاب أولمبية. فآفاق المارشال آرتس بتتوسع بدراسة، لذلك احنا دائما بنقول مارشال آرتس مايند بودي اند سبيريت، عقل وروح وجسد. الجانب الجسدي اللي هو التمرينات، والجانب الروحي اللي هو استشعارك يعني للرسالة اللي هي honorable message، الرسالة الشريفة الموجودة في أساليب الدفاع عن النفس، إنك كيف تمارس تمارين زي التنفس والمديتيشن والتأمل عشان تزيد روحانيتك، ويكون عندك peace of mind، يكون عندك control تحكم، ويكون عندك wisdom حكمة. والمايند بارت في المارشال ارتست هو القراءة. يعني أنت كمارشال ارتست تبقى تدرس تكنيكات تفهمها عشان تعرف تطبقها، هذا برضو يتعلق بالمايند بالعقل، لكن أيضا القراءة، لأنه غذاء العقل القراءة، زي غذاء الجسد التمارين الرياضية، غذاء الروح الصلاة، غذاء العقل القراءة. كل ما أنت بتقرأ كل ما بتفهم، بصير really يعني a real martial artist. إذا ما قرأت وأخذت كثير من الأحزمة ودرجات الأحزمة، 5 دان 6 دان whatever، بس ما بتقرأ في المارشال آرتس وفي عالم المارشال آرتس، وتعرف على الأقل إيش معنى الكلمة اللي أنت قاعد تتدربها. يعني كاراتيه، تتدرب 10 سنين كاراتيه وما تعرفش يعني كلمة كاراتيه أو تايكوندو أو كونغ فو أو جوجيتسو. اللي يخليك ترو مارشال آرتست هي القراءة في هذه الأشياء، لأنه بتفتح عيونك على أشياء كثيرة جدا. anyways نستمر. إميرسون كومبات سيستم، اوكي، هذا اسلوب امريكي صممه واحد اسمه ارنست اميرسون. شعار الاسلوب هذا شكله ماسوني، لا سيما انه في بعض الكتات والحركات في اساليب الدفاع عن النفس. مثلا في الكاراتيه في حركه زي كده زي مثلث وترفع لفوق، هذا المثلث يعني يرمز للماسونيه كذا وفوق فقد يكون في بعض المؤسسين ماسونيين، او بعض يعني ماخدين حاجات من الشيطانية، ممارسات زي في اليوغا. في اليوغا في ناس بتمارس اليوغا عادي للإطالات والصحة البدنية والنفسية، وفي ناس بتمارس يوغا بتعمل حاجات شوهتها، يعني خلت الناس تخاف من اليوغا، مع أن اليوغا رياضة ما لها علاقة بأي معتقد ديني. وجدت قبل تقريبا 8000 سنة، قبل أي حاجة، قبل أي ما ينتشر أي يعني لا بوذية ولا هندوسية. على أي حال، فهو هذا الأسلوب شكل من أشكال المقاتلات الحديثة، يعتمد على خبرة 35 سنة من دراسة إميرسون هذا المتراكمة لفنون القتال. هذا إميرسون درس كثير من الفنون القتالية، وبعدين في عام 1980 سوى هذا السيستم. هذا السيستم يركز أكثر حاجة على يعني تدريبات للجيش وللشرطة، الجهات التنفيذية، كيف تتعامل مع الأسلحة، عشان أبسط لك الأسلوب، يعني كيف تأخذ من واحد سلاح وتضربه، وكيف حتى تستخدم الأسلحة. معروف عنه السكاكين كثير، إميرسون يقولوا السكينة، سكينة الإميرسون أحسن سكينة وأحسن تاكتكس وتقنيات لاستخدام السكين هي حقت هذا إرنست إميرسون. وأيضا علم للمدنيين قبل ما يحط هذا الأسلوب، تعلم جيت كندو. الآن هنيجي احنا شوي على جيت كندو. رائع، جيت كندو رائع رائع. بروسلي صراحة فعلا أسطورة، هيز ا ليجند. كيكوشان وبروسلي يعني في ظرف بسيط، على فكرة مات عمره 33 سنة، وكان محقق، كان معجزة، كان وركهوليك. بروسلي ده ما كان يجلس. عمل جيت كندو وعمل كيكوشان، هذا إميرسون. عمل شوتوكان وعمل برازيليان جي جيتسو. طبعا كيكوشان وشوتوكان من اساليب الكاراتيه، في اكثر من اسلوب للكاراتيه. وعمل بوكسينج ملاكمه، وعمل العصا الارنيس اللي هي الفلبينيه، او سكريما اسمها، سكريما العصا الفلبينيه. يعني عمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اساليب، بعدين حط اسلوبه هذا. يعتمد كثير على تمرينات لياقة بدنية، لأنه في أساليب دفاع النفس بتركز كثير على اللياقة، زي البوكسنج الملاكمة، لياقة تنط حبل. وفي أساليب ما تركز كثير على تمارين اللياقة، لكن لازم يكون عندك لياقة عالية عشان تلعبها، زي الجوجيتسو لياقتها فيها في الرسلينج، بس ما بيعملوش تمارين لياقة كثير، يعني جوجن شوية هذا.
بس في اساليب كثير تركز، مثلا ممكن تمرين ساعة تكون عبارة عن نص ساعة تمرين لياقة وبعدين تكنيكات وممكن فايت صغير. الجوجيتسو لا، الجوجيتسو 10 دقائق تسخين وبعدين يبدأ التكنيكات والرسلنج رسلنج رسلنج. فهذا الأسلوب لا بيركز كثير على رفع اللياقة البدنية بشكل ملحوظ. طبعا إذا دخلنا موضوع اللياقة، في أنواع من اللياقة، أنواع العضلات، في عضلات تحمل وعضلات اندورنس، يعني موضوع شوية حيطلعنا عن هذا الشيء. لكن ممكن ممارس الجوجيتسو ما يقدر يلعب له جولتين ملاكمة، يعني واحد محترف جوجيتسو لياقته مرة عالية تحطه في حلبة ملاكمة مع ملاكم ما يقدر يكمل جولتين، وجيب واحد ملاكم يكمل 12 جولة تحطه مع واحد حق جوجيتسو في الأرض ممكن 5 دقائق ما يقدر يكمل هو كمان. فأنواع اللياقة تختلف حسب أنت معود العضل على إيش بالضبط. وطبعا الآن يدرب هذا الأسلوب للمتقدمين، والنخبة اللي في الجيش الأمريكي بيتدربوا هذا الأسلوب وإحداث تطبيق القانون. يعني الناس اللي خلصوا المستويات بيخشوا على بيحترف أو يكون مثلا مميز بيعطوا له الإمرسون ستايل هذا. أوكي، جاوجينج فايتينج ستايل، هذا أسلوب أمريكي أمريكي مش هجين. يعني ما بقول لك جاء من أفريقيا أساسه، لكن شوفوا القصة كيف صراحة الأسلوب جاوجينج يعني قلع. أوكي، لما الواحد يقلع شيء زي يشيل عين واحد من رأسه. كان العنف والخشونة شكل من أشكال القتال في الأجزاء الريفية في الولايات المتحدة في القرنين 18 والـ19. غالبا ما يركز هذا الأسلوب، ما يركز عليه هو إزالة عين الخصم أو قلع عين الخصم. وهذا على فكرة شفناه في فيلم كيل بيل الجزء الثاني والثالث ما أذكر، لما جت البطلة وحطت يدها في عين اللي قدامها الست وطلعت لها عينها. فتستغرب انت، بس هذا اسلوب تخيلوا علموك كيف تطلع عين واحد، يعني ليترلي حرفيا مش يطلع عينه في جيب له وجع راس. ولكن يتضمن ايضا تقنيات تشويه وحشيه، يعني لا يقتصر على ازاله العين وانما تقنيات تشويه وحشيه بما في ذلك العض. شفنا بروسلي فيلم من افلامه لما عض واحد روسي، ففي بعض الاساليب فيها عض وفيها خربشه وتلطيش، يعني اسلوب شويه. على الرغم من ان هذا كان شائعا في ثلاثينات القرن 19 في المستعمرات الجنوبيه، الا ان الممارسه كانت تتضاءل بحلول الاربعينات. يعني لما دخلنا في الاربعينات من القرن 19 بطلوا يسووا الاسلوب هذا لحل النزاعات، مشاكل الحدوديه، كل واحد مثلا في الولايات كان في مستعمرات جنوبية، ويعني الامريكان هيستوري الواحد لازم يدرس عشان يعرف كيف كان في مستعمرات جنوبية بعدين استقلت عن بريطانيا، بس كان في سيفل وور بينهم وبين بعض. فكانوا يستخدموا هذا الاسلوب في حل النزاعات، لكن بعدين خلاص تلاشى لانه ظهرت ايش البنادق، فصاروا يحلوا النزاعات بالبنادق. كان اكثر شيوعا هذا الاسلوب بين الفقراء، وكان شائع زي ما قلنا اكثر حاجة في الولايات الجنوبية. ممكن المقاتل أن يهجم على الأذنين والشفتين والأنف والأعين والمناطق الحساسة أيضا. طيب، هذا طبعا الفق العين شفناه في فيلم كيل بيل، شفناه في جيم اوف ثرونز الماونتن لما مسك واحد وفقع له عيونه هو فوقه. شفنا مايك تايسون لما عض اذن هوليفيلد، طبعا حركة ممنوعة بس انه عض اذنه. فبتشوف احيانا في ارض على ارض الواقع واحيانا في الافلام بعض هذه الممارسات هي ماخوذه من هذا الاسلوب. انا اعتقد ان الاسلوب يعتبر اسلوب يمارسه الانسان عموما، يعني اي انسان ما يعرف لكماته وركلاته عنده فايلينج ستايل حيلجا الى انه هو يخربش ويعضعض وينتف. الان نيجي على هذا الاسلوب الرائع صراحه، يعني تنحني له انحناء يابانية صغيرة كذا تشو ريسبكت. جيت كندو بروس لي، كلمة جيت كندو معناها القبضة المعترضة. الآن حتاخذ معلومات أنت ما كنت تعرفها عن بروس لي أو عن هذا الأسلوب. ذا انترسبتنج فيست، يعني واحد جاي يديك بوكس فأنت بتيجي على جنب وبتعترضه بلكمة أو بتعترض ضربته بضربة. اعتراض انترسبتنج فيست. أسلوب هجين برضه يعتبر اسلوب هجين، اللي عامل واحد اصله صيني عمله في الولايات المتحده، فهو يعني يدعى امريكان ستايل اسلوب امريكي، لكن اللي عامله صيني. اي حاجه تسمعها اسلوب امريكي، لان امريكا كم عمرها يعني تقريبا 200 سنه او اكثر شويه، يعتبر هجين. وما عندهم كان اسلوب خاص فيهم، كان في الخمسينات والستينات اكثر حاجه شائعه افلام الكاوبويز،
بعدين لما جاء بروس لي وبدأ يسوي أفلامه، هنا صار البومينج للمارشال آرتس ككل في الولايات المتحدة، انتشر يعني انتشار من أقصى الشرق لأقصى الغرب. بروس لي كان هو صاحب يعني الفضل بعد الله في إنه ينشر أساليب الدفاع عن النفس في هذه القارة بأكملها بالشكل اللي احنا شايفينه اليوم. وبعدين ايش بروس ايش يقول؟ ما عنده اسلوب، انا اسلوب القتال يتشكل مع القتال اثناء القتال. دائما اقول بي لايك واتر، خليك زي المويه، حطيت مويه في الكوب صار المويه شكلها شكل الكوب، حطيت المويه في ابريق من الشاي صار شكلها شكل الابريق. المويه تتشكل حسب الاناء اللي تنحط فيه، فخليك انت لايك واتر، خليك زي الماء. كان كثير ينتقد اساليب الكاراتيه التقليديه والكاتات، ويقول هذه الكاتات ليميتد، يعني وقت القتال انت بس عارف هذه الحركات، اذا ما قدرت تستخدمها حتنضرب او ما حتدافع نفسك بشكل مؤثر. فقال انه يعني الواحد يطلع من هذا البوكس اللي هم حاطينه، هذا الاسلوب، هذه الكتات تسويها تاخذ اسود خلاص انت كذا. لا، هو كان ضد هذه النظريه. انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي احب اخذ من الاثنين، احب التراديشنال. يعني انا مثلا لو خيروني ارجع ثاني مره زمان ادرس كمان مره، هختار نفس الطريق انه انا ادرس تراديشنال مارشال ارتس، كاراتيه، تايكوندو، الاساليب اللي هي كونغ فو اللي هي فيها كاتات وفورمز واختبارات واحزمه، لانه بتعلمك الانضباط، كيف تحترم الدوجو، تحترم المدرس، تحترم نفسك، تحترم اللي معاك، تنظف المكان اللي حواليك، كيف تخش دورة المياه وتطلع منها وهي انظف من مكانت عليه، مسؤوليه نظافه بشكل مو طبيعي. وادرس الاساليب اللي هي زي كده، جيت كندو، ام ام اي، اي اسلوب يعني زي ما بيقولوا اوبن تو وات ايفر ستايل، يعني تقدر تلاكم وتعمل ركلات وتعمل في الارض مصارعه وتخنق تو بي ا كومبليت مارشال ارتست. بس طبعا لا تستخدم هذه الاشياء، انا مش بقول تخنق وتروح تخنق الناس، لا، يعني انت يو ستدي مارشال ارتس از ا واي اوف ليفينج. الهدف الأسمى لتعليم فنون الدفاع عن النفس، أنا دايما بقول لطلبتي كذا، إذا ما عرفوا جابوا ما بياخدوا حزام ولا بيختبروا. إيش أهم شيء نتعلمه في الدفاع عن النفس؟ الابتعاد عن القتال، how to avoid a fight. هذا أهم درس وأصعب درس على المارشال أرتست، تتعلم كيف تبتعد عن القتال، كيف إنك أنت ما تستخدم هذه الأساليب في القتال. هذا هو الهدف الأسمى لتعلم فنون الدفاع عن النفس، إنما أنت تتعلمها way of living art. فن، انت لما تعمل كاتا وتعمل حركات وتعمل سبارينج مع زميلك وتطبق التكنيكات، لياقة بدنية، لياقة ذهنية، مرونة في جسدية ومرونة فكرية ايضا، مش بس المرونة لا تقتصر على الجسد انما على طريقة التفكير. طيب كيف سوى هذا الاسلوب؟ على فكرة اسم بروس الحقيقي ما مش بروسلي، يعني اسم بروس الحقيقي جون فان، جون فان اسمه، اوكي. بعدين هو ادى اسمه هذا البروس لما راح امريكا وهكذا. طيب ايش اللي كيف سوى الجيت كيندو؟ هذه قصه حلوه يعني رائعه. يعني بروس كان اول شيء حجر الاساس حقه للجيت كيندو هو الوينج تشان، اللي هو او وينج تشان اللي اتعلمه تحت المدرب الصيني الشهير ايب مان، وتعلم ملاكمه. بروسلي يحب الملاكمة والملاكم كثير، وكان كثير متأثر بمحمد علي وأسلوب محمد علي في القتال وحركة رجوله أثناء القتال، وشعر بأن الوينج سان أو وينج تشان ما يركز على الركلات العالية كثير، فتعلم تايكوندو تحت مين؟ تحت أب التايكوندو الأمريكي اللي هو جاب التايكوندو على أمريكا ونشره، اسمه جون ري، معلم كوري، جون ري اعتقد يعني النطق ان شاء الله يكون صحيح. التقى فيه بروس عام 1970 في بطولة الكاراتيه ايد باركر. ايد باركر زي ما قلنا واحد من مؤسسين الكاراتيه في الولايات المتحدة، معروف جدا، يعني ما تقدر تتجاهل ايد باركر لما تتكلم عن الكاراتيه ان ذا يونايتد ستيتس. هو تعلم، قابل هذا الرجل، عشان كذا هو ماخذ الركلات العالية من التايكوندو هكذا يقال. التقى في 1970 في بطولة بارك الكاراتيه، وكان هذا جون حق الكوري ده كان طالب في كلية الهندسة. برضو نحط امفاسيس على انه مؤسسين اساليب الدفاع عن النفس وممارسين كثير منهم متعلمين، بروس نفس الشيء جامعي، متعلمين بعضهم اطباء وبعضهم مهندسين ومبدعين في المجالات حقتهم، يعني مش ضروري انت تبدع في اسلوب واحد بس، تقول انا بركز على ده الشيء خطأ،
الواحد ما يحط كل البيض حقه في سلة، خطأ. انت المفروض الآن خاصة في هذا القرن يكون عندك اكثر من مهنة. انت اشتغلت مثلا مهندس، لا سمح الله صار في ركود اقتصادي طلعوك من شغلك، ما في مشاريع، حتقعد في البيت ايش تسوي؟ اما لو انت تدرب او تعرف اسلوب او شيء، او ليك في الرياضة تقدر، لو انت ليك في الاعلام تقدر. وهنا لابد لتنويه انه بروسلي كان في الافلام نجح في الكوميرشال ارتست، ونجح في صناعة الافلام زيه زي تشاك نورس. تشاك نورس كان في الجيش الامريكي في السلاح الجوي، وعمل اسلوب دفاع عن النفس، وكان ناجح في اسلوب الدفاع عن النفس، اخذ اكثر من 6 أحزمة سوداء في اساليب، وافنى حياته في المارشال ارتس. وكان ممثل ناجح، سوى عدة افلام وعدة مسلسلات. واخيرا برضو كان في جزء مصارع في الجيت كيندو، بس ما بيركز كثير على المصارعة، كان هو متأثر بواحد اسمه جريت جاما، مصارع باكستاني خطير، وحتى أخذ من بعض الأساليب. الآن النقطة الأخيرة هنا قبل ما ننهي الحلقة، الأسلوب شفتوا أنتوا بروست كيف بعض الأفلام بيخش فجأة بيضرب ويرجع. أنا قاعد أسوي إنه أنا سريع يعني، مو زي بروسلي، بس anyways كان بيضرب ويرجع. كان يدرس أيضا سلاح الشيش، هذا معلومة ما حد تقريبا كان يعرفها. ففي سلاح الشيش بيمد رجله، بمد يده للامام، بيلسع، بياخذ ضربه وبيرجع فورا مكانه عشان ما يتلقى في المقابل. بعدين ممكن يخش يعمل كومبينيشن، يعني عنده بروس النظام، تخش حركه وترجع، او كومبينيشن وترجع، او تخليه يختل توازنه، تعمل له سويب للخصم اللي قرب عليك، في كم طيحه كيف تطيحه تيك داون، وفي كم حركه تثبيت. وهذا تقريبا هو حاول يحطه في افلامه، يعني في اخر افلامه مع فايت مع كريم عبد الجبار، نزلوا تحت الصارع شويه ومسكوا وبعدين عضوا. فيعني بس هو بيركز اكثر حاجه بروسلي على اللكمات والركلات. وتميز اسلوب الجيت كيندو انه ما تتعب نفسك كثير في الفايت، انما انت تكون ريلاكست وسريع، بس لا تحط طاقتك الا في الشيء المناسب. يعني لو حتضرب خلاص استخدم قوتي، يعني ما انا اقعد. يعني اديكم مثال سريع قبل ما اختم، لما كنت ادرس كاراتيه في امريكا، كنت وقتها ادرس كونغ فو كمان تحت الماستر لي، اوكي، وكاراتيه مع سينسي حماده في او دي يو في الجامعه. كنت العب كونغ فو بس ما كان يعرف اني العب كونغ فو. في يوم من الايام دخلت في فايت مع واحد اسمه جوري، نيجيري كده، سكس باك وعضلات، وكان مفتري شويه، يعني بولينج اي احد، ينزل فايت مع اي احد يضربه كده عناد. انا انزل فايت مع واحد اقل من المستوى ما اضربه، بس انف ان انا اكون فزت عليه بالفايت، لكن ما اعوره واشوهه، لا، في كنترول وريسبكت، لانه ممكن في يوم من الايام يصير هو اقوى مني، اوكي، ويديني على راسي. فيو هاف تو تفهم الحياه كيف ماشيه. فجاء في يوم من الايام وتواجهت معاه، نزل جوري وانا واقف عادي ريلاكس، كنت بلعب وقتها جوجيتسو كمان وكونغ فو، فعندي يعني شويه، وبلعب كاراتيه اساسا من وانا صغير، كنت حزام بني هنا في السعوديه وجده. لما رحت على امريكا بدات من الابيض، رجعت لين صرت اسود، يعني بدات من جديد لين اسود. فواقف معاه فايت اول دقيقه، دخل بكل قوته بيستعرض طبعا قدام المدرب قدام الناس، ينط ونط في الهواء، يلف يضرب برجله ويصرخ وكسر الدنيا، وصادني في كذا ضربه، انا بس قاعد اصد. بعد ما خلصت اول دقيقه البدله حقته مفتوحه خلاص ما فيش نفس خالص، انتهى، ادى كل قوته في الاول دقيقه على امل انه مثلا انا اطيح او يعمل لي ناك اوت او يوري استعراضات. وقتها انا كنت خلاص ام وورمد اب، مسخن، وبدات تك 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 سويب، قطعت له حتى بنطلون، جاي يعمل ركله، مسكت البنطلون وعملت له سويب، وانا بعمل له سويب قطع بنطلون ولف وطاح في الارض. واجين مش بستعرض، انا ياما انضربت، بس انا بقول كيف المواجهه كانت لما انت تفهم وتقرا كيف تستخدم قوتك، يعني sufficient way، مش عشوائي وباقوى ما عندك، وفجاه تلاقي نفسك ما عندك اي resource of energy وتعبت، هو لسه دوبه في عزه يعني، ويبدا يضرب. فبدات اعمل برضه، ما اذيته ما عورته، بس انف ان انا ضربته. بعد كده رجعني يقول لي انت ايش تسوي؟ كيف انت لعبت كيف؟ والله واو، انا حاسبك بطيء وطويل كده على الفاضي ما تعرف. قلت له انا بلعب كونغ فو. طبعا جاء حضني، صار في احترام بعد ما يعني خسر النزال، صار في احترام. للاسف في بعض الناس زي كده لازم تديها على راس عشان تحترمك، واحنا طبعا كمارشال ارتست وي تراي تو افويد ذات، وبدل ما احنا نلجا لهذا الحل نلجا لحل النزاعات اسلوب دبلوماسي بحكمة. و how to avoid the fight is our philosophy. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.